انا جارت مع بنتي الباب على الباب ملي نضنا مع الصباح الفجر تاذنت على 7 توضينا وصلينا البنت غادا لهذا تخدم جوج دراري تدقوا في الباب دراري كبار شافوا العافيه في الشرجم تيدقوا تعيطوا عمي احمد انور الدين ما جابهم حتى شي واحد طلينا احنا من الشرجم طلت بنتي قالت لهم راه العافيه قالوا لها العافيه شعنا في الشرجم هي ديك خرجنا تنسابقوا قلنا غير العافيه تنعيطوا تنغوتوا تجمعوا ولاد الحومه تجمعوا طلع شي واحد من الفوق ولد خوه طلع العربي ولد خوه قال لهم كل شيء مذبوح هو هذا هذيك الساعه جا المخزن جا ولدي انا يا عند البوليس عيط عليهم جاو هذيك الساعه البوليس جاو رجال ديال الاطفاء ايوا الواقعه هي هي دي وقع من 7 وهذا الشيء حنا اللي سقنا الخبر حتى للسبعة عاد سقنا الخبر المراه وراجلها والعروسه وليدها صغير عنده شي 3 شهور ووليد بنتهم معاهم جالس مات الراجل ومرتو وولدو ومرتو ولدو وولد ولدو صغير يلا تزاد شي شهرين وولد بنتو حتى هو مريح راهي عليهم هنايا عنده شي 5 سنين حتى هو مسكين ذبحوهم كاملين وشعلوا فيهم العافيه يعني هاد الناس ملي كتشوف فهمتيني علاش داروا لهم هاد الشيء ماشي شي ناس اللي هما خايبين ولا كيديروا شي حاجه اللي هي خايبه ولا شي ناس حباسه ولا هادي ودراوج ديال الله فهمتيني ما كيزوش عينين في بنادم وتسوى عليهم الحومه كاملين يقول لك الناس الله يعمر لهم الدار فهمتيني ما كيدابزو مولو كيسامحو في حقهم شنو وقعت لهم شي حاجه شي زعما يجنوا ولا شي داز معاهم كيسمعوا في حقهم وقعت لي شي حاجه ولا كيسمعوا في حقهم كيقولوا لي صحيح ودري دار لي مختي هاد الكاريت راه حشومه عليه والله راه ما عنده فين ينعس لهاد النيه راه حنا جيراننا حنا تصدمنا لينا هاد الواقعه وقعت راه حنا اللي تصدمنا راه ضاعوا لينا حنايا راه جيران ماشي عاد مجاورين معاهم نهار او دارها شحال هادي راه جايه 40 عام دابا هادي وحنايا جيراننا عمرهم ما وصلوا لنا ولا اداو لنا ولا واحد شي قدروا الله ما عرفناش وين جاهم الله يعمر ربي يرحمهم ويوسع عليهم ما عندنا ما غنقولوا ايوه